Fatiha. Et je voudrais, par la même occasion, remercier la Fondation Konrad Adenauer qui a toujours été à nos côtés et qui fait partie de la grande famille en fait, de l'International démocratique du Centre. Et je suis particulièrement heureux de dire que nous partageons beaucoup de valeurs, des valeurs d'humanité, des valeurs de partage, des valeurs, je dirais, de l'économie sociale de marché. المهندسين الاستقلاليين الهدف منها وهو التطرق إلى إشكالية ندرة المياه وما تقوم به الحكومة من أجل مواجهة هذه الإشكالية. فكما تعلمون اليوم هنالك ورقة طريق واضحة تم تحديدها من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتم وضع كذلك برنامج استعجالي لمواجهة هذه الإشكالية بحكم أن دخلنا في سنة السادسة من الجفاف، وهذا بالطبع جعل أننا ركزنا على تحولات كبرى. التحول الأول وهو العمل على إعطاء مكانة أكبر لتحلية المياه، وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستنطلق محطة ديال الدار البيضاء اللي هي أكبر محطة في إفريقيا ديال 300 مليون متر مكعب، واللي إن شاء الله غتكون جاهزة في 2026. هنالك كذلك العديد من المحطات إن شاء الله التي سيتم وضع الإمكانية الإنجاز ديالها خلال هذه السنة في العديد من المناطق، في الناظور، في الصويرة، في قلميم، في طنطان، في سيدي إفني إلى آخره. هنالك كذلك العمل على معالجة المياه العادمة، وفي هذا الإطار هنالك بالطبع ما تحقق في مدينة الرباط وتطوان وطنجة ومراكش، واليوم ستنطلق كذلك في مدينة الدار البيضاء، في مدينة فاس، في العديد من المدن لكي نصل إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027. اليوم عندنا فقط 39 مليون متر مكعب. هنالك ما هو مرتبط كذلك بالربط بين الأحواض المائية. كما تعلمون وقع هذا الربط ما بين الحوض ديال السبو وحوض أبي القراق، يمكننا أننا وصلنا إلى 170 مليون متر مكعب لتحولات من السبو إلى حوض أبي القراق، ويمكننا أننا نضمن ماء الشرب بالنسبة لمدن الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة. وهنالك بالطبع تحلية المياه اللي دارت في جديدة وكذلك في أسفي من طرف المكتب الشريفي للفوسفات، وسيتم نقل المياه كذلك من جديدة إلى الدار البيضاء الجنوبية باش أنه إن شاء الله فصل الصيف ما تكونش عندنا إشكالية كبرى مطروحة في هذا المجال. وهنالك كذلك ما هو مرتبط بمواصلة هذا الأمر طبق التوجيهات الملكية باش أننا نوصل إن شاء الله إلى الربط كذلك أم ربيع بهذه الشبكة ديال نقل المياه، أي ما يسمى بطرق سيارة ديال المياه، وهذا غيساعد كذلك على ضمان ماء الشرب بالنسبة لهذه المناطق، ولكن كذلك ضمان ماء السقي بالنسبة للكلا وبالنسبة للتادلة وبن عمير. من جهة أخرى هنالك ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء، وهذا بالطبع هذا عمل أساسي الذي علينا أن نعمل جميعا من أجل تحقيقه، لا بالنسبة للفلاحة ولا بالنسبة لكذلك الصناعة وكذلك ما هو مرتبط بالسياحة، وكذلك بالنسبة للمواطن الذي عليه أن يعمل جاهدا من أجل تغيير ممارسته اليومية في هذا المجال، وباش نقولها بوضوح كفى من تبذير ديال الماء. اليوم كتشرف رابطة المهندسين الاستقلاليين بمدينة الدار البيضاء أن تستضيف في أحد لقاءاتها الفكرية والعلمية السيد وزير التجهيز والماء الدكتور نزار بركة في لقاء وحوار مباشر مع المهندسات والمهندسين للحديث حول إشكالية المغاربة اليوم، هي إشكالية ندرة المياه. الماء طبعا لا يمكن أن نستغني عليه، أكان الأمر يرتبط بالشرب أو كان الأمر يرتبط بالفلاحة أو كان الأمر يرتبط بالنظافة إلى آخره، ولكن مع كامل الأسف كثير من الحكومات الأخيرة لم تعطي الأهمية التي يستحق هذا الموضوع. حتى اليوم أصبح الجميع يقر بأن ما نعرفه في الماء ليس الندرة ولكن سوء تدبير هذه المادة الرئيسية والأساسية. ثانيا التحولات المناخية أثرت بشكل كبير جدا في ندرة هذه المياه. إذا أضفنا الحكامة على التحولات المناخية
اللي كيعرفها العالم وجزء منه المغرب. أصبحنا اليوم أمام الندرة الحقيقية، الندرة التي تندر بحرب العطش. مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية اليوم لولا المبادرة ديال تحويل الماء في إطار ما يسمى الآن لوتوروت دو باش نوصلوا الماء للدار البيضاء، كنا سنعيش شيئا لا يحبه أي مغربي أكان ابن الدار البيضاء أو غيرها. وما يقع اليوم سيقع في مراكش ووقع في أكادير فيما يخص الفلاحة إلى آخره. إذا اليوم موضوع الماء الصالح للشرب اليوم هو اليوم موضوع تحلية مياه البحر. الحل الوحيد والأوحد لضمان هذه المادة الأساسية للمواطنين هو تحلية البحر، تحلية ماء البحر. طبعا نعرف تكلفة المرتفعة اليوم، ولكن التكلفة قابلة للانخفاض وبشكل كبير إذا تم اعتماد الطاقات المتجددة، إذا تم اعتماد تجهيزات وخبرات واللي الحمد لله موجودة على المستوى الوطني ديال المهندسين باش يمكن نرخصوا التكلفة ونوفروا هاد المادة الحيوية عن هذه الطريق. أما انتظار المطر اللي احنا كلنا نعشق أن نرى المطر كينزل وخا ما نشربوه ما نسقيوه به، اليوم لم يعد ممكنا. الموضوع الثاني هو الجانب الفلاحي. كنعرفوا على أن اليوم الفلاحة كتاخذ ما يزيد عن 80% من المياه ديال السدود. اليوم الحكومة أعطت الأولوية للماء الصالح للشرب، وفي مرحلة ثانية الفلاحة والزراعة. وكان الاختيار الأول وهو اعتماد سقي المناطق الخضراء باستعمال المياه العادمة، وهذه مبادرة كبيرة بدأت في المدن الكبرى ويجب أن تتوسع لتعم كل مدن المغرب. إن قبل كنا المناطق الخضراء وخا حنا بلاد ماشي الغازو ماشي الشتاء العام كله، فكل الجماعات تبتكروا هذا السنة ولا هذا العرف ديال كل شيء ردوه خضر، كان ممكن نردوه خضر ونديروا زراعات أخرى، ولكن على كل حال الواقع هو هذا. فإذا اليوم أصبح الاعتماد جهة الرباط سلا القنيطرة هي نموذج في هذا المجال اللي أصبح كل المناطق الخضراء مسقية بالمياه العادمة، إلى درجة اليوم في القرار اللي خدته الحكومة وبدأت تتخذ بشكل جزئي مع القرارات الولائية هي ديال إطار الاقتصاد الماء والسقي ديال المناطق الخضراء، ماشي غير ديال الدولة، حتى اللي عنده فيلا ديالو وبغى يسقي الغازون ديالو من حقه يديرو، غيولي واحد الشبكة ديال توزيع هاد الماء اللي روسيكلي المياه العادمة ويولي يسقي حتى هو جرا ديالو. إذا هذا واحد الشونتي آخر تعطات الانطلاقة ديالو في هذاك الالتزام الولائي ديال فيما يخص الاقتصاد، وغيدخل إلى حيز التنفيذ في عدد ديال المدن الكبرى وخصنا التعميم ديالو. فيما يخص الفلاحة مع الأسف باقي ما عندناش إمكانية باش نريسيكلي الماء ونسير في الفلاحة، وهي راه ما فيها حتى شي خطر على الفلاحة ديالنا، ولكن مكلف ومكلف جدا. إذا الأمور ماشية في إطار اعتماد تحلية الماء البحر للزراعة كذلك. إذا معنا هذه أوراش مفتوحة. بغينا النقاش اللي غيكون مع السيد الوزير مباشرة مع السادة المهندسين بالخبرات اللي راكبوها وبالدراسات، لأن المهندسين المغاربة الله يقلونا مستوى على باقي المهندسين المكونين في العالم كله. إذا اليوم غيكون واحد الحوار باش نشوفوا، أولا هناك توجيه جلالة الملك، هناك المخطط الملكي لتدبير الماء، هناك خطة تنزيل هذه القرارات فيما يخص التدابير الحكومية، ولكن كذلك باقي محتاجين إلى تعميق الحوار في بعض الأجزاء باش يمكن يتعبأ كل المغاربة أو على الأقل صفة المهندسين فيهم إلى هذا الورشي الكبير. ولكن وعبركم وعبر الصحافة إلى الرأي العام الوطني، هذه مأمورية ليست تنحصر عند الحكومة وعند المهندسين، بل تعم جميع المواطنين. الاقتصاد الماء ضروري، وابتداع وابتكار أساليب جديدة في الحياة لتعوض جزئيا أو بطرق مختلفة الماء راه مسؤولية كذلك جميع المواطنات والمواطنين. تزواج ما كاين لا تطلق الرشاش ديال الدوش بدون تغني تتمنى صيد المكان في انني نبوش وانني نتنفس سياق حيدوا عندنا قاعده السياق، لان ما بقاش عندي الحق انني نهبط السياق وانني نخوي الماء بالشكل اللي كنت نخويه به شحال هذا. ربما تجدي فتاه يعني النظافه معايا ماشي بقوه الماء بقصر ما انها تكون كتنفس بعد